للمزيد من الحديث عن ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي ينضم إلينا من استوديو القاهرة الكاتب الصحفي والفنان محمد البغدادي كوميسير الملتقى. صباح الخير عليك يعني سيد محمد، برحب بك في صباح جديد. لو نتعرف منك عن الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي وأهمية إقامة هذا الحدث الذي يجمع فنانين من أنحاء العالم. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يأتي ملتقى القاهرة للخط العربي في نسخته التاسعة ليواصل تقديم رؤية جديدة ومعاصرة للخط العربي تدعو إلى تواصل الأجيال وتقديم صورة خلاقة لهذا الفن العريق للأجيال الجديدة لكي نحافظ على الهوية البصرية والهوية الثقافية لهذا الفن العريق. يعتبر سيد محمد هذا العام هذا الملتقى التاسع كما ذكرت وأكثر من 160 مشارك فنان من 16 دولة، كيف ترى أن هذا الملتقى له شعار في هذه النسخة بناء يتجدد؟ ما هو سبب اختيار يعتبر هذا الشعار في دورة بتحمل اسم الخطاط الكبير السيد محمد حمام؟ اتخذ ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي في نسخته التاسعة شعارا يليق بهذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وهو بناء يتجدد، وأيضا يقدم صورة جديدة ومعاصرة للخط العربي الذي نرى أنه لا بد أن يتجدد ويتطور ليواكب كل الطفرات التي تحدث في تكنولوجيا الفنون البصرية، والخط العربي لابد أن يكون حاضرا في هذا المشهد الإبداعي العالمي عبر هذه التطورات وعبر الذكاء الاصطناعي وعبر ظاهرة الميتافيرس وكل هذه الظواهر. لابد أن يكون الخط العربي له حضور وله وجود لأنه قادر على التجديد وقادر على أن يقدم رؤية جديدة وأيضا يصل بنا إلى مشارف القرن 21، وهو في أبهى حلله وفي يعني أقصى درجات التطور وتقديم صورة جديدة للخط العربي تواكب هذه التطورات التي تحيط به. يعني كما حضرتك ذكرت منذ قليل أنه بيشارك في الملتقى أكثر من 160 فنان من 16 دولة، ويعني يمكن شفنا على سبيل المثال نسليهان أتاجول هي فنانة تركية، يعني شفنا العديد من الفنانين. ما هي طبيعة المشاركات في هذه الدورة؟ السمة التي تميز هذه الأعمال؟ هذه الأعمال الملتقى الخط العربي يندرج تحته أكثر من نوع من أنواع الفعاليات خاصة بين المتسابقين. الخط العربي الملتقى له عدة جوانب وعدة أنشطة وعدة فعاليات، فهناك المعرض العام والمسابقة الرسمية التي يشارك فيها المبدعون، وفي القائمة الرئيسية الاتجاه الأصيل للخط العربي، وهو تندرج تحت كل أنواع الخطوط الأصيلة والكلاسيكية للخط العربي مثل الخط الكوفي والخط الثلث والخط الديواني والخط الرقعة وخط التعليق إلى آخر هذه الخطوط. وأيضا هناك الخطوط التي تستلهم الحرف العربي ونسميها الاتجاهات الحديثة في الخط العربي، وهناك اتجاه في الطباعة الرقمية، وهناك المسابقة في الزخرفة، وهناك جائزة كبرى وهي باسم الخطاط رئيس جمعية الخط العربي الفنان خضير البورسعيدي. هذه المشاركات تأتي عبر المسابقة الرسمية، وقد تقدم لها 80 متسابق من 16 دولة، وأيضا هناك مجموعة من كبار الخطاطين الراسخين من المبدعين الكبار سواء من مصر أو من خارج مصر الذين يشاركون بأعمالهم وهم مكرمون وضيوف شرف وأيضا مدعوون للمشاركة،
وشهدت هذه الدورة ربما يكون أكبر تظاهرة ثقافية للخط العربي، ودم المعرض ما يقرب من 500 عمل من الأعمال الفنية التي ترتقي إلى درجة رفيعة المستوى من الخط العربي في هذا العام. طيب سيد محمد، يعني لاحظنا في الفترات الأخيرة يعني الخطوط العربية والثقافة والحضارة والتاريخ الإسلامي الذي يبرز هذه الخطوط بطريقتها الفنية، هل ترى أن محاولة رسم الخط العربي على الملابس وعلى الإكسسوارات وبعض الأشياء اللافتة في حياتنا اليومية أعطى أهمية والتفات لهذا الخط العربي وأصبح شيء يعني مختلف عن العادة الذي نتابعه دائما على الساحة؟ هل ترى أن تمثيل اللغة العربية والخطوط العربية على بعض المصنوعات أعطاها لفتة وإقبال في هذه الفترة؟ بالتأكيد الخط العربي له حضور أخاز، والحرف العربي له قدرة على التشكيل والاستخدامات المتعددة، ونحن إذا كنا نرى أن استخدام الخط العربي في كثير من الأشياء التي تحيط بنا سواء كان في العمارة أو في الملابس أو في الأدوات أو في الجدران أو في الأشياء التي يتعامل معها الإنسان بشكل يومي، وهذا يعطي هوية بصرية للخط العربي، وأيضا يؤكد أن الحرف العربي له حضور وقادر على أن يتعامل مع كل هذه النماذج وكل هذه التطبيقات التي تحيط بنا، وبذلك يصبح للخط العربي الحضور الذي يستلهم منه كل مصممين الأدوات والأساس والملابس وأيضا العمارة الحديثة. سنجد أن الخط العربي له حضور، ويحضرني في ذلك أن أحد المكرمين في هذه الدورة هو الفنان هشام المظلوم من الإمارات العربية المتحدة، وهو يقدم نموذج جديد للعمارة التي تستلهم الخط العربي، فهو يقدم ديواني منزل الخط العربي، ويقدم منزل تتكامل فيه الرؤى حول وجود الخط العربي في جميع تفاصيل المنزل، من الواجهة إلى الدرج إلى غرفة الطعام إلى غرفة النوم إلى غرفة المعيشة إلى غرفة الاستقبال، كل هذا موجود، حتى المسبح أو حمام السباحة تستخدم فيه الخط العربي، وهذا ربما يكون أعلى درجة من درجات التطبيق لاستخدام الخط العربي في الحياة اليومية وفي كل التفاصيل التي يعيش فيها الإنسان، حتى الأكواب والأطباق والأواني والأدوات. وهذا يعتبر أعطى لفتة دكتور على إقبال يعني كثيرين على هذا الخط العربي الذي ميزه بحركاته الرقعة وطريقة الكتابة التي مختلفة عن اللغة الإنجليزية التي دائما معتادة في بعض هذه المنتجات التي نتابعها. لكن دكتور، يعتبر الخط العربي الآن الدول الغربية كيف تنظر له، أو كيف طبيعة المشاركة من الدول الغربية بهذا الخط، أو أنها لديها اهتمام وفضول أن تهتم بهذا الخط العربي؟ بالتأكيد الخط العربي هو الأبجدية الوحيدة بين لغات العالم الذي تحول إلى فن وإلى إبداع، وتحولت الحروف العربية في شكل من أشكال لوحة الفن التشكيلي، بل أن الخط العربي سبق كل الفنون التشكيلية لنزوعه نحو التجريد، لأنه يقدم صورة بصرية وأيضا جمالية لقدرة الحرف العربي على التشكيل والمد والبسط والاستقامة والاستدارة والسموق والتضارب والتخلخل في لوحة واحدة. ومن هذا المنطلق جاءت اللغات الأخرى، وتبنى الفنان الأوروبي الذي يكتب الحرف اللاتيني سواء كان فرنسيا أو إنجليزيا أو مختلف اللغات الأخرى، وحاولوا أن يستلهموا من الخط العربي هذه الطاقة الفنية العالية، وبدأت بالفعل تظهر حركات فنية تستلهم من الحرف العربي كل ما يستطيع
أن يؤدي إلى صورة بصرية تتزاوج فيها نغمات اللون مع الفراغات مع الامتداد الأشكال في تكوينات مختلفة من خلال تقليدهم لإمكانيات الحرف العربي في التشكيل. طيب سيد محمد، في نفس السياق ولكن بشكل آخر، بما أن حضرتك يعني قميصير الملتقى وبخبراتك العظيمة، إيه ممكن النصايح اللي تقدمها للشباب المهتمين بالخط العربي، وكمان نقدر إزاي نقدم نصايح للأطفال إن هم يتعلموا الخط العربي ويتقنوه بإجادة؟ ربما يكون من ضمن أهداف ولائحة ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي حينما تأسس قبل 9 سنوات أنه يحاول أن يؤكد على أهمية الحرف العربي واستخدام القلم في الكتابة، لأن التكنولوجيا الحديثة أدت لأن أجيال بأكملها تستخدم الكيبورد لتكتب كل أنشطتها وحتى دروسها المدرسية، فإمساكه بالقلم قد تراجع كثيرا، ولذلك ساءت الخطوط ويعني وصلت إلى درجة من عدم الإجادة، ونحن في اللائحة نحاول أن نؤكد على أهمية استخدام القلم وتعلم الخط العربي. ومن هنا جاء الاهتمام وزارة الثقافة وأيضا وزارة التربية والتعليم، لأن في مصر حوالي 95 مدرسة لتحسين الخطوط، وأيضا بعد أن قمنا بتسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي الإنساني في منظمة اليونسكو، أصبح هناك إجراءات للصون والحماية للحفاظ على الخط العربي، وأنشأت وزارة الثقافة مجموعة من المدارس التي تدرس الخط العربي للأجيال الجديدة، بل وأيضا ندرس الخط العربي لغير الناطقين بالعربية ويعيشون في مصر، ولدينا خطاطات من خارج الدول العربية من إيطاليا ومن بولندا ومن تايلاند ومن أندونيسيا ومن ماليزيا ومن الهند أيضا ومن الصين ومن اليابان ومن أسبانيا، شاركوا في دورات متعددة لتقديم صورة للخط العربي جديدة، وأيضا تعلم مهارات وممارسات الحرف العربي في أشكاله المتعددة. صحيح وفي سيد محمد، من الخطوط يعتبر التكنولوجيا والتشوه الآن أصبحت الخطوط العربية تستساغ وتستنتج عن طريق أجهزة الكمبيوتر، وأصبح الكتابة بالقلم يعني تأخذ طريق الزوال، وهذا يخيف جيل المستقبل القادم. لكن دكتور، إذا نتحدث عن التوعية بأهمية الخطوط العربية ومسكة القلم التي يستطيع أن الشخص يبدع في كتابته للكلام بطريقته الخاصة التي تمثل هويته وشخصيته، كل منا له خط وتمثل هذه هوية للشخص، كيف يمكن يكون دور التوعية مع الهدايا التي تقدم من ضمن المعرض؟ كما ذكرت في بداية حديثك هناك بعض الجوائز تقدم للتشجيع على الدخول والاندماج في هذه المعرض وهذه المؤتمرات. من خلال الملتقى ضمن فعالياتي شقين أساسيين، الأول هو الندوة العلمية الدولية التي تناقش قضايا وإشكاليات الخط العربي التي تتحدثين عنها، وهناك أكثر من 30 باحث وباحثة يقدمون رؤاهم الجديدة في معالجة هذه الأمور واستجلاء الأمر وتقديم حلول لإشكاليات عدم التعلم وتراجع امساك القلم وما إلى هذه الوسائل. الشق الثاني هو وجود ورش عمل داخل الفعاليات معرض ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، وهذه الورش ينضم إليها مجموعة من كبار الخطاطين المحترفين ويعلمون مجموعة من الأطفال ومن محبي فن الخط العربي للتعلم. تعلم الخط العربي مسألة لابد أن تكون تحت إشراف مدرب من الخطاطين
الكبار الذي يعلم كيف يمسك القلم، كيف يكتب، ما هي نقطة الارتكاز عند الكتابة، كيف الحروف التي تكون تحت السطر والحروف التي فوق السطر، وكيف يمكن أن تتصل الحروف ببعضها في بداية الكلام، الميم لها شكل في وسط الكلام، الميم صحيح. لها شكل آخر، وهكذا. كل هذه الممارسات والمهارات بيكتسبها الطفل أو الممارس أو الراغب في التعليم من خبراء الخط العربي الذين يقدمون كل ما يمكن أن يسهم في إجادة كتابة نعم. الخط العربي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان والكاتب الصحفي سيد محمد بغدادي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.